تتواصل فعاليات الدورة الخامسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي تعقد على مدى يومين تحت شعار نحو مجتمعات ترتقي في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. المنتدى يأتي برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى الحاكم الشارقة، حيث تضمن افتتاح المنتدى إعلان الشارقة عاصمة للصحافة العربية بعد مدينة القدس. الاتصال الحكومي أصبح اليوم من أهم العلوم الاجتماعية والسياسية نظرا لدوره الكبير في تحقيق الاستقرار للمجتمعات والإسهام في ارتقائها، وهو ما يعكس فعاليته في الخروج من الأزمات التي انتشرت على الساحتين الإقليمية والدولية. من هذا المنطلق تأتي الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بعنوان نحو مجتمعات ترتقي، بحضور أكثر من 2500 من قادة الدول والمسؤولين والخبراء والإعلاميين وطلاب الجامعات. نتواصل لأن التواصل يحرك الثقافات ويبني جسورا بين الأمم. نتواصل ليعرفنا العالم الخارجي ويعرف مواقفنا وثقافتنا وحضارتنا. المنتدى هذا العام جاء بحلة تخصصية، حيث سيتم استعراض أفضل التجارب العالمية للاتصال الحكومي في مجال التعليم والهوية المجتمعية والثقافة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة كمنصة الابتكار المجتمعي التي تتمثل في استضافة عدد من المتحدثين الإماراتيين الشباب للحديث عن أفكارهم ومشاريعهم الإبداعية. منتدى الدول للاتصال الحكومي هذا العام يتميز بعدد العديد من الأمور. حرصنا هذا العام على التركيز على فئة الطلاب، حرصنا واستقطاب أكثر من 70 طالب من جامعات دول الخليج العربي. أيضا هناك منصة مخصصة للطلاب والأعمدة أعمدة الطلاب. هناك منصة الابتكار المتواجدة خلفنا، منصة الابتكار تناقش أحدث الابتكارات ومن شباب ومواطنين. الاتصال الحكومي وبناء مجتمعات المعرفة. كما تركز هذه الدورة على العلاقة القائمة بين الاتصال الحكومي والمواطن والدور الذي يلعبه الاتصال الحكومي في خدمة الإنسان بشكل عام من خلال تناول المواضيع الحياتية والتركيز على القطاعات الحيوية وعرض دراسات حالة متخصصة في هذا المجال، ليكون المنتدى بمثابة مرجع موثوق لدراسات الحالات المتنوعة في الاتصال الحكومي والتجارب من دول العالم. احنا اليوم نركز على موضوع الثقافات أو الثقافة. ثقافة السلام بمعنى هي احترام الآخر، احترام ثقافة الآخر، احترام إنسانية الآخر، احترام دين الآخر، والتواصل الإنساني بين جميع فئات المجتمع. ملتقى يجمع الكثير من الشخصيات التي لها علاقة بالإعلام والسياسة في الوقت نفسه، وبالتالي التفاعل بين هذه الشخصيات مهم جدا، وأيضا التركيز على مفاهيم ضرورية أن نطرحها للمشاهد وللمتلقي، مثل المفاهيم اللي طرحناها اليوم على سبيل المثال، كيفية إيصال الرسائل التي تحارب التطرف وتحارب موجات العنف. It is very much global in terms of participation. يعتبر هذا المنتدى عالميا لجهة المشاركين فيه والذين يمثلون خبراء ومبدعين من كافة أنحاء العالم، كما يعتبر المنتدى غنيا ومتنوعا في أفكاره التي يطرحها، وبخاصة التركيز على دور الإعلام ودور الصحافة المسموعة والمقروءة. تشكل طريقة التواصل بين الناس أهمية كبيرة في عالم وسائل التواصل كتويتر وفيسبوك، وبالتالي فإن التواصل يجب أن يكون واضحا ويوصل الرسالة بالشكل الصحيح، فقد يكون تصريح ما عابرا أو أن يتسبب بإحداث تأثير ضخم على الآخرين وإحداث مشاكل بحسب الطريقة التي أوصل بها. تتواصل أعمال المنتدى وفعالياته المصاحبة على مدار يومين، ومن المقرر أن يشهد ثاني أيام المنتدى الإعلان عن توصيات الدورة الخامسة له، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي أطلقها مركز الشارقة الإعلامي في سبتمبر 2012 بهدف ترسيخ وتوثيق أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي. المجتمعات والحكومات والإعلام تواجه العديد من التحديات على حد سواء، وهنا تكمن أهمية هذا المنتدى الذي يحاول تقريب وجهات النظر بين هذه الأقطاب الثلاث حول آليات الاتصال الفعالة. سارة البدري لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين الشارقة.